يسأل السائل: كيف نتخلص من التعلق بالدنيا؟ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. الإنسان يحب الدنيا بطبعه، لا يمكن إزالة هذا الطبع، لابد من توجيهه وليس إزالته. مثل أن يسأل أحدهم: كيف أن أزيل شهوة الجنس في نفسي؟ أقول: ليس مطلوبا أن تزيل هذه الشهوة، عليك أن تواجهها، أن تستخدمها وأن تشبعها من الحلال. أنا أتوق إلى الأكل، إلى الشرب، إلى الراحة، كل ذلك لا بأس به، لكن أن آكل لهدف، وأن لا أكل الحرام، وأن أرتاح بعد العمل. هذه الغرائز التي خلقها الله في الإنسان، ومنها غريزة حب الدنيا لا بد أن نواجهها. يأتي رجل الإمام الصادق ويقول له: يا ابن رسول الله، أنكم تقولون حب الدنيا رأس كل خطيئة، وإنا نحب الدنيا ونحب أن نؤتاها. أنا مؤمن وأصلي وأصوم، لكن أحب الدنيا. قال: ما الذي تفعلون بها؟ لنفترض حصلت على الدنيا، ما الذي تفعل؟ قال: أقري بها الضيف، وأوسع على عيالي، وأذهب إلى الحج. قال: هذا ليس من طلب الدنيا، هذا من طلب الآخرة. أن نحدد الهدف من حبنا للدنيا. حب الدنيا للدنيا رأس كل خطيئة، لكن حب الدنيا لعمل صالح هذا من حب الآخرة لا بأس به. أن نوجه تعلقنا بالدنيا، وليس أن نتخلص ونتخلى عن حب الدنيا. لا، أريد الدنيا للإنفاق على الآخرين، أريد الدنيا للتوسعة على العيال، أريد الدنيا لكي أعيش مرفها من حلال. كل هذا أمر لا بأس به، إنما الدنيا للدنيا. وقد جاء في الحديث: الدنيا جيفة وطلابها كلاب. الكلاب عادة يتنازعون فيما بينهم، يدخلون في معارك، بالنسبة إليهم معركة الحرب العالمية الأولى والثانية والثالثة، على قطعة لحم جايف، على مزبلة. الذي يريد الدنيا للدنيا مثله كمثل هذا الكلب، ولا نستحي أن نقول ذلك له. لماذا؟ لأنه يحتكر الأموال والناس يحتاجون إلى لقمة العيش. الناس يموتون من الجوع، والذين يملكون الأموال يعيشون ترفا لا يدرون ما الذي يفعلون بأموالهم. هنالك دائما مليونير إلى جنب مديونير. وقد قال الإمام علي سلام الله عليه: إن الله فرض أقوات الفقراء في أموال الأغنياء، فما جاء فقير إلا بما متع به غني. الدنيا للدنيا خطأ وخطيئة، أما الدنيا للآخرة فهذا أمر لا بأس به. ونرجو من الله أن يوفقنا لطاعته ويجنبنا معه.